السلام عليكم. هذه نباتات السجاد ونباتات بيغونيا، بعض الأنواع الصغيرة أو قل ناجحة لنباتات سجاد وبيغونيا. هذه الأنواع تتأثر بسهولة بانخفاض درجة الحرارة وبالبرد الشديد وبالسقيع، لذلك الأفضل أن نحميهم بوضعهم في مكان محمي دافئ بريد، بعيدا عفوا عن البرد عن السقيع. هذه نبتة السجاد الكبيرة، نبتة أم، نبات جميل. انظروا إلى أوراقها الرائعة، ألوان رائعة ما شاء الله. طبعا قوم بتعريضها لأشعة الشمس والإضاءة المناسبة فصل الشتاء. إذا كان الجو مشمس نضعها، نعرضها ساعات طويلة إلى أشعة الشمس حتى نحصل على هذه الألوان الجميلة. وإذا كانت داخل المنزل نقوم بتوفير لها الإضاءة المناسبة، فقط نحرص على حمايتها من البرد بوضعها في مكان دافئ. أيضا الشتلات الصغيرة، أيضا النبتات الصغيرة، هذه البيغونيا جنحة الملائكة أيضا نبت تأثر بسرعة وبسهولة تأثر وتضرر من البرد. أوراقه رائعة، انظروا بعض هناك احتراق. هذا الاحتراق يكون بفعل لفحة الحر في الصيف وأيضا بلسعة الصقيع في البرد في الشتاء. أيضا هذه النباتات كلها تتضرر بالبرد، لذلك نضعها في مكان دافئ. هذه بيغونيا رائعة أيضا ما شاء الله، نبتة جميلة. أيضا الشتلات كما قلت النباتات الصغيرة نضعها أيضا في مكان دافئ. هذا نوع من القطيفة، نسميها القطيفة، هي السجاد. أيضا لونه رائع، إذا عرضناها إلى الشمس تكون ألوانها رائعة كالقطيفة، لذلك كما قلت نسميها نحن في الجزائر القطيفة. أيضا أنواع كثيرة من السجاد والبخورة والسجاد الكاذب، أنواع رائعة نضعها في مكان محمي. أيضا عقال البيغونيا أيضا صغيرة، هذه تتأثر بالبرد نضعها في مكان محمي. هذه أيضا شتلة صغيرة لجيرانيوم ملكي متسلق، ها هي تتأثر أيضا بالبرد. كل النباتات الصغيرة نضعها في مكان دافئ ومحمي. كذلك الصبريات والعصريات، نباتات تتأثر رغم أنها صبريات هي تحب الدفء ولذلك لا تتحمل البرد والسقية، لذلك نضعهم في مكان محمي. هذه بعض أنواع النباتات كما قلت تتضرر طبعا، وأشهرها هي أشهر الأنواع التي تتضرر بانخفاض درجة الحرارة هي نبتات السجاد ونبتات البيغونيا. نحميهم فقط في وضعهم أو بوضعهم عفوا في مكان دافئ وبعيدا عن تيارات الهواء الباردة وعن الرياح وعن الأمطار أيضا، حتى لا تحصل لنا بعض التعفنات، لأن الأوراق إذا تبللت كثيرا تتضرر. نبات السجاد الرائع، نبات جميل ما شاء الله. وكما قلت في الأيام التي تكون فيها مشمسة نضعه أو نعرضه إلى الشمس حتى نحصل على هذه الألوان الجميلة. شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء.